بكل الود بكل الحب وبكل عفوية وتلقائية نتواصل، تتواصل جولاتنا، جولاتنا اللي نرجع فيها للجبل الأحمر، قلب الجبل الأحمر بالتحديد، الحي الإسلامي. وكيف نقول الحي الإسلامي اللي حكيت عليه برشا أنا ومارشي الكومباتون، اللي حكيت عليه برشا وجيت معناتها سنوات، وإحنا نناديو بوجوب إعادة تأهيل هالمركز هذايا. الكومباتون اللي حكيت على عائلة كريت، وبالمناسبة نتمنى إن شاء الله خونا محمد كريت اللي لعب سابق بتاع الملعب التونسي والمنتخب والترجي الرياضي إن شاء الله يكون بخير، لأنه سمعت أنه مريض شوية، إن شاء الله ربي يشفيه ويفرج عليه. حكيت على كالية، أكيد حكيت على كالية، حكيت على عامر الدريدي وغيرهم، لكن أنا ديما ننسى سعيد الفتني. سعيد الفتني اللي كان واحد من العرس نتاع الاتحاد التونسي، وقت اللي كانت الاتحاد التونسي جمعية، دونك تحية كبيرة لسعيد الفتني، وتحية زاد الكالية. كالية ما عادش يسكن لهنا، قالوا لي ولا يسكن بحذا، حاسيله بحذا سكة المترو، بريف نقل. نجيو للكومباتون، قلنا احنا حكينا على إعادة تأهيل، وصورنا الجرابة على هنا احنا كيفاش كانت عايشة، والتأهيل بدا. هذا البنية الجديدة، خليني نقول، اللي باش تعتذر لنا الخضرة والغلة والأسماك وغيرها والدواجن واللحوم الحمراء وغيرها. لكن باش ندخلوا توا لداخل، احنا في الموقع اللي قاعدين فيه تويكا الخضارة، باش نسمعوا، لأنهم يقولوا لي اللي هالطريقة هذه بتاع العرض باش يحطوا فيها معناها أربعة خضارة هكا، قداش طولها تقريبا هذه؟ دونك معناتها هذه اللي طولها تقريبا 15 متر، هذه حسب العين، باش يحطوا فيها أربعة خضارة. أربعة خضارة نعتقد أنا بيدي، وهذا علاش يتشكاو هما، ما تنجمش ترفع أربعة خضارة، خاصة وأنه الممر هذا كيفاش باش يدخل السلعة، كيفاش باش يخرج السلعة، كيفاش باش ينجموا يتعايشوا مع بعضهم أربعة من الناس في زمن الكورونا. خليني نقول هو إن شاء الله ربي يفرج علينا، وإن شاء الله ربي يجلي علينا هالغمة هذية. أما هاو أنا حبيت نبدأ من هنا باش نوري البنية الجديدة، ومع البنية الجديدة باش نسمعوا تويكا شنو باش يحكيوا لنا قبل ما نخرجوا. يا أمين مدامنا البرة، نعاود نذكروا الناس بوجوب الحماية، الحماية اللي تكون بالجال، الحماية اللي تكون بالكمامة، بالتباعد هذا. وأنا اليوم نأسف وأنه قلبي وجعني نخزر الكار والناس ما عنكشين في البيبان، دونك هذوما القواعد الأساسية. غسلا اليدين معناتها بتواتر معقول بالماء والصابون. وتوا يا أمين خلينا ندخل للمارشي، وأنا نمشي وداخل للمارشي خليني نقول وأنه اليوم وفي الأسبوع هذا أنا ودعت أمي اللي رضعتني، أمي اللي رضعتني فاطمة وفاها الأجل المحتوم، وتفنها يا دجور. اليوم باش يكون الفرق نتاعها في نهج طنجة راس طابية، في منزلها ما بين ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب. الله يرحمها فاطمة. فاطمة هي كانت أكبر امرأة في راس طابية في السن، خليني نحكي. فاطمة اللي ياما كلينا الملسوقة من عندها، كانت كل رمضان. فاطمة اللي ربات أجيال، دونك نعزي روحي، نعزي نور الدين، نعزي يوسف، نعزي خالد، نعزي زهير، حاتم، حليم، قمر وأحفادها وكل. أما زادة كيف كما قلت نعزي زادة روحي الله يرحمها فاطمة، كما قلت هي أمي اللي رضعتني. دونك أنا اليوم نتكلم برشا ألم، ونحاول باش نشد الدموع في عينيا. صباح النور. بطاطا بدينار لهنا، طماطم بدينار باهية، أنت قلت رانيا أنا ما نعرفش نسأل، وهو زعما لا هو قال باهية، هو قال باهية. ثم واحد متخبي راه مانيش باش نكلمه أنا. أحسن خضار الله يعينكم، الله يعينك. خذ الدجاج هكا ب 6000 لهنا، البلاكه، خذ البلاكه ما يسالش، ما تمشيش تاخذ هذاك الكريدي لا بدون الحاح يا معلم. ما جبتش فلوس انا، ما تكردينيش، ربي يفضلك يا اخو بخور. انا ما يسالش هاك بالله. خلينا باش نمشيو لك العلوش ب 23 وبعد ندورو من غاديك باش نسمعوا كيما قلت انا. هذه البارتي القديمه نتاع المارش بلا يصوروا هذا خاطر من قبيلك ياكل في الكسكروت، حتى هي بسم الله ما قالها ناش صحيح كسكروت ها. لا يعطيك الصحه، اعطيني الاسوان برك. شفريه 13 دينار، الورقه 13600، تريليا 8000، سردينه بثلاثه، بلاميت ب 4000، بوري ب 7000. ربي يعاونك، يرحم والديك، ربي يعاونك. عايشك عايشك اخويا. اي واش عسامه حوت هنا رخيص على اللي مشيت لهم الاخرين.
باهي احنا نحبوا كان نلقاو حاجه اللي على قد فلوسنا. لا تشاو البلاميتو يا لا تشاو البلاميتو معلم يا غالي. هيا ايش اعطينا عندنا تريليا ب 6000 وعندنا تريليا ب 7600. عندنا ماكرو مصلي على النبي 7 و6 كعبه بلاميت ب 4000 7 و6 البوري 13 دينار الشفرات. لا تشخشينا دم هيزرق ب 4 دينارات هي والشورو حي. هي والشورو يتاكل بقشورو؟ تعرف عبد السلام الشورو ولا هنا ولد الحومه؟ خونا وصاحبنا خلينا نحيوه. جا الشاتلي. اي. مؤسس المرشي في الحوت. بايش يا اخوي ربي معك. ها والعلوش ب 23 دينار اخوي. خذ لك البلاكه. ما يحبش يتصور ديما نعرف انا ديما ما الدجاج ب 5790 ها وين اش بيها يا رب؟ اي اش بيك هارب انت؟ لا نحسبك عامل كي جارك زاد. توا شنو هي هذه الكريدي؟ لا 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 ما عنديش فلوس. برشا كريدي ما عنديش فلوس. مرحبا بك. لا 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 كردي 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 من الظاهر فيك كريونت. باهي الاسكالوب 11 دينار و 590 والعظم هكا الحاره ب 800 مليم من حتى العظم اللي مات ماكل ماكل العصا تعرف ما هابط السوم نتاعو. البارح اخذته سوم اليوم سوم اخر اليوم طاح جمله طاح جمله. هو ربي يستر من هنا ان شاء الله يقعد هكا من هنا راس العام خاطر في العاده في راس العام في العاده يطلع السوم نتاعو. رد بالك المراه هكا معاك صديقك كيفاش كيفاش؟ وقتها باش تنقلوا توا المرشي جديد؟ ان شاء الله مع راس العام. راس جاي حتى راس العام. هما جمعتين اخرين يوفى الاشغال الكل توفى هما تو في شويه في نسيم هو كاو. على سلامتك يا لي. احوال لاباس. هاي ان شاء الله ربي يفرج على امته ان شاء الله. امين يا ربي. امين يا ربي. رد بالك رد بالك. هاك. ولاد حرام قتلونا قتلان بالغنية. يا رسول الله يا رسول الله. شنو الرند هذا؟ هذا للمقرونة؟ كيفاش حاجة كيفاش؟ غالية ما ثم حتى حد ينجم يناقش الحكاية هذيا. غرم. وهنا زاد كي نحكي على الكرة راني ما حكيتش على جياسو ما حكيتش على ولاد الحثروبي ما حكيتش على جياسو شعطاتهم لعبية منهم نجيب غميض محمد علي بن موسى. وش اسمه علي مفرج حمادي الباهي كلهم افرازات نتاع الشبيبه الرياضيه العمرانيه 3600 الفلفل اختانا من الفلفل اختانا من الفلفل اختانا قداش المعدنوس 300 هكا ب 300 غاديك المعدنوس والبصل الشتوي برا خنوس له بحث عنتر بالله هو راه يعيطوا له عنتر هو راه من اعقل عباد ربي لهنا كنت نجم تاخذ الدجاجه ب 4 دينارات هيك ولا على عينك خاطر يلزمنا نوصلوا حتى لك الجزار الاخراني نقول لك عنده اشكاليه يلزمنا نوصلوا صوته للبلديه لهنا هاي الفريب. على فكره يا امين احنا صورنا مرشي هذاك باش يمشي فيه الخضره والغله والدجاج واللحم ودار شنو وهذا باش يقع تاهيله باش يولي خاص بالفريب. هذا ايش قالوا لي في البلديه في البلديه منور اخويا عايشك هذا باش يعملوه في الزيتون في الزيتون اللي باش يملحوا الزيت الحراير الحراير مازالوا برشا زعما بالعاني راني نجبد على سلامتك على سلامتك يا حاجه عايشك 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 وين القضيه يا حاجه عند بنتك عايشك ربي يفضلها لك وربي يفضلك انت هذا يا عنتر يا سيدي هذا يا عنتر يا سيدي هذا يا عنتر يا سيدي عنتر عنتر من شداد يحكي معاه بابا ما يحبش عايش مش فيكم ما حكيتوليش اليوم عن نصب انا تو كنت نحكي عن نصب هذوكم مش بيهم نصب هذوكم مش تصير بوه بلبلة يا اخي تو عاملهم بعض بعضهم كان واحد طلع الفوق كيفاش كان حط اللوطه كيفاش وباش تولي عركه قد كيكه كيكه هو نصب كيف باش نخدموا هذا صوتكم احنا نحبوا يوصل للبلدية خلي يوصل اخي هما انت عندك 7 خذارة في مرشي جبل الاحمر تحط 32 نصبة وتلصقهم لبعضها مش معمل انت معاملين في الكورونا في الكورونا هكا كورونا انت حاضر
انا عندي 52 سنه وسي قايس قال لي ما عندكش نصبه بالمرشي. تو نكلم سي قايس. كان مخايس. وينو سي قايس؟ خالي راهو هذا. ما عنديش نصبه. هذا خالي راهو. خالي مرحبا بك انت وياك. خلينا نمشيو غاديكا، انا جيت باش نسمع صوته. خليه خليه. سكوحه. سكوحه ديما بلاش بلايك ها. ايجا سكوحه ايجا. جيب بنتك معاك، بنتك هذيك بنتك ايجا بنت بشويه خليني نسالها هي قبلك. ايجا ويني شبيه بوك ما يحطش البلايك؟ ما يحطش با. ما يحطش با. قداش شنو؟ انا ب 5%. تو شنو هذه ولا تونسيه؟ لا شنو دينار و 5000. و5000 الرمان؟ رمان دينار و 300. وال قنايه بدينار. شنو عندك اخر؟ البطاطا بقداش؟ دينار و 300. والبصل؟ 560. باه. عندك الخيار غاديك؟ الخيار بدينار. الخيار بدينار. الجلبانه 3000. لا لا اختنا من الجلبانه والحاجاتك اللي رانا في جبل، احنا في حومه معناتها نتاع ناس على قدنا احنا رانا. ايوا انت بتقول لي جلبانه ب 3000 كيلو ما يعملش طنجره. ارخص واحد. ارخص واحد. ياخذ الكيلو. ياخذ زوز كيلو 6000 جرناطه نتاع 3000. انا كنا نحكيو عن نصب. انا تكلمت عليها النصب. انا نقولوا باش تعملوا حرب. انا يتم يعطيني ندور بلوز بلاي ما تساعدنيش. انا نصب واحد صغير. انا ما زدتش 6 سنين النصب هذيك. ما زدتش شيء. على كل احنا هكايا امين باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم في الحي الاسلامي في الكومباتون لهنا. وشفنا الاجراءات اللي كنا حكينا عليها. على كل برشا ناس يسالوني انا اش عملتوا لنا في نسمه. هذه من الافرازات نتاع نسمه وقت اللي نجيو لهنا ونتحدثوا ونوريو الجرابه ونوريو الوسخ ونوريو الحاله المزريه ويولي مرشي على كل على الاقل يتحماو من المطر ويتحماو من الشمس ومن غيرها. هذه واحده من الانجازات كما في باب سيدي عبد السلام كما في عديد المواقع ان شاء الله وكما على قريب باش تكون في حي الخضره. دونك هذا الدور نتاعنا نحن كاعلاميين وانه نوريو اللي البنيه التحتيه كي تتحسن راهو حتى طريقه العرض تتحسن وحتى الاسعار خليني نقول ما توليش رخيصه مستحيل. اما على الاقل تولي ثم حاجه اللي تخليك تنجم تدور وتشرها باش تشري وتشوف على راحتك مش كيما هكايا في وسط ظرف كيما هذا. تقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع تسوق وذوق وديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح. الى اللقاء.